بعد الاطلاع على المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 267 فقرة 2 و 268 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا فقرة 1 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل. وإذ نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى الشهود وخاصة الطفلة المجني عليها والادعاء المدني فيها، وقد استمعت المحكمة إلى المتهم ودفاعه، وقد استمعت إلى المتهم ودفاعه، ومن ثم فقد انتهت على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم سليمان فايد سليمان محمد، والذي يعمل إماما وخطيبا ومحفظا للقرآن الكريم، قد اقترف جرما وإثما عظيما وحدثا جللا، إذ هتك عرض الطفلة جنى عبد الله المحمدي والتي لم تبلغ 12 من عمرها، مستغلا سلطته عليها باعتباره محفظا لها لكتاب الله، فحفظت هي كتاب الله. أما المتهم فلم يعمل بحفظه ولم يحفظها، فدنسها بوحل جرمه، فحق عليه العقاب بأقصى عقوبة قررها المشرع وفقا للمادة 268. لذلك حكمت المحكمة بمعاقبة سليمان فايد سليمان محمد بالسجن المؤبد، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني 15,000 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية و300 جنيه مقابل اتعاب المحاماة عن الدعوى الأخيرة.